الفصل الثاني بيتكلم عن التأمين. التأمين دوت فيه جزء عملي خاص بمبادئ التأمين. مبادئ التأمين ستة: مبدأ السبب القريب، مبدأ منتهى الصينية، ومبدأ المصلحة التأمينية. الثلاث مبادئ دول بيطبقوا على جميع أنواع التأمين، سواء تأمينات أشخاص أو تأمينات ممتلكات ومسؤولية. الثلاث مبادئ اللي بعديهم اللي هو مبدأ التعويض والمشاركة والحلول في الحقوق، الثلاث مبادئ دول يطبقوا فقط على تأمين الممتلكات، لا يطبقوا على تأمين أشخاص اللي ممكن دي تيجي بصورة صح وغلط. فأول حاجة مبدأ التعويض ده يطبق على تأمين الممتلكات، دي أول حاجة. معناه إيه بقى مبدأ التعويض؟ إن شركة تأمين بتديك تعويض في حدود الخسارة بتاعتك، لا يزيد التعويض أبدا عن الخسارة اللي تحدث ليك، ممكن يبقى أقل بس لا أو يساوي الخسارة بس ما يزيدش عن الخسارة. ان شركه التامين بتحطك في الوضع اللي قبل الحادثه. يعني مثلا انت معاك مصنع بمليون، عمل حادثه ادى الى خساره ب 100,000 جنيه، فشركه التامين ممكن تديك ال 100,000 جنيه او اقل منها بس ما تديكش اكتر من 100,000 جنيه، بتضعك في الوضع اللي كنت عليه قبل الحادثه عشان انت ما تكسبش على ايه؟ على حساب شركه الايه؟ التامين. طيب اول مبدا ينوت اللي هو مبدا التعويض دوت عشان اشوف العمل اللي فيه. عندي ثلاث حالات بقيس علاقة مبلغ التأمين بقيمة الشيء المؤمن عليه. واحد مع مصنع بمليون بيروح شركة التأمين عشان يأمن عليه. شركة التأمين تقول له ايه؟ عايز تكتب مبلغ التأمين. مبلغ التأمين ده مجرد مبلغ رقمي بيتحط في وثيقة التأمين. والله المصنع بمليون جنيه، انا أأمن عليه بمليون جنيه بنفس القيمة، مليون قصاد ايه؟ مليون. شركة التأمين تيجي تحسب لك القسط، مثلا عندها نسبة 2%، تضرب 2% في المبلغ ده. يعني المبلغ ده مجرد مبلغ عشان احسب قسط التأمين فقط لا غير، ما بتاخدوش، ماشي؟ فانت بتضرب 2% في المبلغ التأمين ده يطلع قسط التأمين انت اللي بتدفعه. فشركة التأمين لما تيجي وقت الحادثة عشان تديك التعويض بتاعك بتقارن مبلغ التأمين بقيمة ايه؟ المصنع بتاعك وقت الحادث. عندي ثلاث حالات. اول حالة اسمها تأمين فوق الكفاية. التأمين فوق الكفاية ده بيكون فيه مبلغ التأمين أكبر من قيمة المصنع. يعني مثلا لو المصنع بتاعك مثلا كان بمليون وانت أمنت عليه بمليون ومتين، ببص مين علاقته بمين؟ دي خطوة مهمة جدا. ما بصش ان المليون أقل من مليون ومتين، أو لو كان هنا مليون وهنا مليون ومتين، شوف مين علاقته بمين. هنا مبلغ التأمين ايه علاقته بقيمة الشيء؟ ادي المليون ومتين، ايه علاقتها بالمليون؟ اكبر. طالما اكبر يبقى دوت تأمين فوق الكفاية. فهل تأمين فوق الكفاية؟ شركة التأمين بيقولك تاخد تعويضك بالكامل، يبقى القانون بتاع التعويض يساوي الخسارة. يبقى اول نوع من التأمين تأمين فوق الكفاية، التعويض تاخده بالكامل، تاخد خسارتك بالكامل. امتى؟ لو انت مأمن بما اكبر من قيمة المصنع وقت الايه؟ الحادث. ده النوع الاولاني. النوع الثاني هو التأمين كافي. التأمين كافي ده بيكون مبلغ التأمين بيساوي قيمة الشيء. يعني مثلا لو قيمة المصنع مليون رحت أمنت عليه بمليون جنيه، الاثنين متساويين يبقى بنقول عليه تأمين كافي، والتعويض هنا بيكون بالخسارة كلها، يبقى التعويض يساوي الخسارة. هلاحظ إن التأمين كافي أو فوق الكفاية اللي فات النوع الأولاني أو النوع الثاني، الاثنين نفس الحل، الاثنين نفس الناتج، إن التعويض بتاعهم بيساوي الخسارة. ده بالنسبة للنوع الايه؟ التاني. في حال التأمين كافي او فوق الكفاية التعويض يساوي الخسارة. النوع التالت بقى هو اللي ممكن التعويض يبقى اقل من الخسارة. ممكن يساويه حسب المسألة. النوع التالت اسمه تأمين دون الكفاية او التأمين ناقص. بيكون في بقى مبلغ التأمين اقل من قيمة الشيء المؤمن عليه. يعني مثلا المصنع بمليون رحت امنت عليه مثلا ب 900,000 جنيه. أمنت عليه أقل من قيمته يبقى بنسميه دون الكفاية. هنا ما بتاخدش التعويض بتاعك بالكامل، تاخد أقل منه حسب بقى المسألة. في حاجة اسمها تطبيق شرط النسبية أو عدم تطبيق شرط النسبية. يعني النوع التالت ده جواه حالتين، يا إما تطبق شرط اسمه شرط النسبية أديك تعويض من الخسارة بتاعتك كنسبة 900 إلى المليون، نسبة وتناسب، فبنسميه تطبيق شرط النسبية. أو أحيانا شركات تأمين ما بتطبقش الشرط النسبية ده، بيبقى ليها قانون إيه آخر، كل واحد ليه قانون في التعويض بتاعه. في الحالة التالتة اللي هي تأمين دون الكفاية، عندي
حالتين جواه، يا اما تطبق شرط النسبيه يا اما عدم تطبيق شرط النسبيه. تطبيق شرط النسبيه ديت بديله نسبه من الخساره بتاعته. النسبه دي اللي هي نسبه مبلغ التامين لا قيمه الشيء، يعني لو المصنع بتاعه بمليون وامن عليه بنص مليون يبقى مامن بنص القيمه، يبقى ياخد نسبه خساره 50%، فبضرب الخساره في مبلغ التامين على قيمه الشيء، ده التعويض. ده لو هطبق عليه شرط نسبيه، نسبه وتناسب، مامن بنص ياخد النص، مامن بربع ياخد الربع. واشترط عشان اطبق الشرط ده لازم يكون مذكور فين؟ في الوثيقه او في التامين. الحاله الثانيه ان شركات التامين ما بتطبقش الشرط ده، لان هنا هو التعويض هنا بيبقى اقل من الخساره، في جميع الحالات لازم التعويض يكون اقل من ليه الخساره عشان بطبق عليه نسبه. احيانا شركات التامين بتتغاضى عن تطبيق شرط النسبيه، ودي الحاله الثانيه اللي هو عدم تطبيق شرط النسبيه. شركه التامين تقول لك خلاص انا اعتبرك زي الناس الاولانيين اللي هو فوق الكفايه والكافي، هقول لك التعويض يساوي خساره زيك زي اللي فات، مش هطبق عليك الشرط، بس حط لك ايه بحد اقصى مبلغ التامين. يعني سي مثلا لو كان مثلا مبلغ التامين ده مثلا ايه مليون والخساره مثلا 500,000، تروح مديك ال 500 كلهم. لو الخساره زادت عن المليون بلغي، انا باخد ايه؟ اقل رقمين، بقارن بين الرقمين اللي هو الخساره ومبلغ التامين، واخد الرقم الايه؟ الاقل. وده هنشوفه دايما في الايه؟ في التمرين اللي جاي. المهم بقارن بين الخساره ومبلغ التامين واديله اقل رقمين. يبقى هنا اهو شركه التامين بتتغاضى عن ان انا اطبق عليه الشرط وتديله التعويض بتاعه اللي هي خسارته، بس لا تتعدى مبلغ التامين. لو جينا قارنا بين الاثنين دول ايهما افضل للمؤمن له؟ المؤمن له اللي هو صاحب المصنع المستأمن، اسمه مستأمن او المؤمن له اللي هو صاحب المصنع، ايهما افضل؟ الافضل له الحاله الثانيه. ليه؟ لان هنا بياخد نسبه من الخساره، لكن هنا ممكن ياخد الخساره ايه؟ كلها، او في حالات معينه ياخد اقل منها، بس دي افضل للمؤمن له صاحب المصنع. طب ايهما افضل للشركه عشان تدفع تعويض اقل؟ ده افضل للشركه انها تدفع تعويض اقل، لان هنا بتطبق عليه نسبه من الخساره، لكن هنا ممكن تدي له خساره بالكامل. دي ممكن تيجي صح او غلط. ايهما افضل للمؤمن له؟ تطبيق عدم شرط، تطبيق شرط النسبيه ولا عدم تطبيق شرط النسبيه؟ عدم تطبيق شرط النسبيه افضل للمؤمن له. ناخد بقى امثله على كل نوع. المثال الاولاني بيقول امن شخص على مصنعه ضد خطر حريق مبلغ تامين مليون جنيه. مبلغ التامين ده مجرد مبلغ بيتكتب في الوثيقه قيمته مليون جنيه. حدث حريق للمصنع ناتج عن المصنع ده خساره بالحريق للمصنع ده ب 150,000 جنيه. فاذا كانت قيمه المصنع وقت الحادث 800,000 جنيه، احسب التعويض. فاول حاجه راح كاتب على اليمين مبلغ التامين مليون، على الشمال قيمه المصنع 800,000 من المساله. ايه علاقه ده بده؟ علاقه مبلغ التامين بقيمه المصنع علاقه ايه؟ اكبر من، لان المليون اكبر من 800,000. طالما اكبر يبقى تامين فوق الايه؟ الكفايه. في حال تامين فوق الكفايه التعويض يساوي خساره بيساوي 150,000 جنيه. يبقى الراجل ده هياخد ال 150,000 جنيه كلهم كتعويض له، لان هو مامن بقيمه اكبر من القيمه المفروض يامن بيها، اللي هو التامين فوق الكفايه. ده المثال الاولاني. المثال الثاني بيقول اشترى شخص سيارة بمبلغ مليون جنيه، قام بالتأمين عليها بمبلغ تأمين مليون جنيه، تعرضت لحادث حريق ناتج عنه خسارة 300,000 جنيه، هياخد قد ايه من 300؟ يبقى لازم أقارن مبلغ التأمين بقيمة السيارة. هنا الاثنين بيساووا بعض، مبلغ التأمين يساوي مع قيمة السيارة، يبقى بنقول عليه تأمين كافي. في التأمين الكافي أو التأمين فوق الكفاية الاثنين نفس الحال، التعويض يساوي خسارة، يبقى الراجل ده ياخد خسارته بالكامل اللي هي 300,000 جنيه. المثال الثالث، المثال الثالث بيقول قام شخص بالتأمين على المصنع ضد خطر حريق، مبلغ تأمين مليون جنيه. حدث حريق أدى لخسارة 500,000 جنيه اللي هي نص مليون جنيه، فإذا كانت قيمة المصنع وقت الحادث 2 مليون جنيه، احسب التعويض إذا كان أ تطبيق شرط نسبية، ب عدم تطبيق شرط نسبية. الحل، أول حاجة في الحل لازم أكتب مبلغ التأمين وجنبيه قيمة المصنع. مبلغ التأمين في المسألة مليون، قيمة المصنع 2 مليون، العلاقة هنا إيه؟ أقل من المليون، إيه علاقته بال 2 مليون؟ أقل من ال 2 مليون، طالما أقل يبقى بنسميه تأمين دون الكفاية أو إيه؟ تأمين إيه؟ نقص، أي لفظ يعني. طب تأمين دون الكفاية أو تأمين نقص عندي حالتين، أطبق شرط ولا ما أطبقوش؟ أول حاجة تطبيق شرط نسبي. قانون بيقول التعويض بيساوي خساره مبلغ التامين على قيمه الايه؟ الشيء وقت الحادث.
وخساره نص مليون جنيه، مبلغ التامين مليون وقيمه المصنع 2 مليون، يبقى ينوت لو جبت النسبه المليون على ال 2 مليون نص، يبقى هياخد نص الخساره، نص خساره 500000 هياخد 250000 جنيه. هنا انا طبقت على النسبه، أمن بنص القيمة يبقى ياخد نص الخسارة، التعويض بيساوي نص خسارة 250000 نص ال 500000. ده الحالة الأولانية ألف. ب هلاحظ إن التعويض كان في تطبيق شرط النسبية كان 250000 جنيه، يبقى المؤمن له هيحصل على تعويض 250000 جنيه من ال 500. يبقى الفرق ده راح فين؟ الفرق ده هو تحمله من جيبه، هو خسر 500000 جنيه، شركة تأمين حسبت له نسبة التعويض بتاعه طلع 250000 جنيه، يبقى الفرق ده هو بيتحمله المؤمن له، اتحمل 250000 جنيه من جيبه. طيب الحالة الثانية ب عدم تطبيق شرط النسبية، القانون بيقول التعويض يساوي خسارة حد أقصى مبلغ التأمين، الخسارة 500000 مبلغ التأمين مليون، شركة تأمين بتقول لك أنا مش هعاملك زي الراجل ده وأديك نص الخسارة اللي هي 250، لا أنا هديك الخسارة كلها بس بشرط لا تتعدى مبلغ التأمين، عشان ما رغبتش في حتة كلمة الحد الأقصى، بقول لك الرقم من دول تاخد الصغير بتاعه، يبقى الخسارة هياخد 500000 جنيه. هلاحظ ايه المسألة دي؟ إن الحالة الأولانية خد تعويض 250، لكن الحالة الثانية خد 500000 جنيه، يبقى أنا أفضل، يبقى عدم تطبيق شرط النسبية أفضل للمؤمن له، لأنه ممكن ياخد تعويضه بالكامل، لكن تطبيق شرط النسبية ما بياخدش التعويض بالكامل، بياخد حسب النسبة بتاعته. دي مسألة. مسألة بعد كده مثال أربعة بيقول بافتراض نفس بيانات المثال السابق، المصنع ب 2 مليون ومؤمن عليه بمليون، بس الخسارة مليون و200 ألف جنيه. احسب التعويض في الحالتين، الوثيقة تخضع لشرط النسبية، هي نفس الحالة، هنقول تأمين دون الكفاية عشان المليون أقل من 2 مليون. نشوف تطبيق شرط النسبية، التعويض بيساوي خسارة في مبلغ التأمين على قيمة المصنع. الخسارة هنا بقت مليون و200 ألف بدل 500 ألف، في مليون على 200 هياخد نص الخسارة بتاعت المليون و200 ألف، هياخد 600 ألف جنيه، وهو هيتحمل من جيبه الفرق، هو خسر مليون و200 وشركة التأمين هتديله تعويض 600 ألف، يبقى هو اتحمل 600 ألف جنيه. ده لو هنطبق شرط النسبية. عدم تطبيق شرط النسبية، نكمل على طول. عدم ب عدم تطبيق شرط نسبيا، بقول التعويض بيساوي الخساره بحد اقصى مبلغ التامين، الخساره هنا مليون و200 الف بس بحد اقصى مليون، اقل الرقمين. في المسائل اللي فاتت كانت الخساره 500 فخدها كلها لانها كانت في حدود المليون، لكن هنا الخساره زادت عن مبلغ التامين مليون، في الحاله دي ما ينفعش ياخد المليون 200، في الحاله دي بياخد المليون اللي هو الحد الاقصى للتعويض بتاعه، لان اقصى تعويض لا يزيد عن ايه؟ عن مبلغ التامين، واذا التعويض هنا هيساوي مليون جنيه. خد جزء من التعويض، في المسألة اللي قبلها كانت هنا 500 خدها كلها لأنها كانت في حدود المليون جنيه، هنا الخسارة لما زادت مليون و200 عن المليون، شركة تأمين تقول له بس أنا مش هديك خسارتك كلها بقى أهو، لأن أنت لا تتعدى مبلغ التأمين، فهياخد مبلغ التأمين فقط. يبقى هنا هو في الحالة دي يتحمل المؤمن له فرق الخسارة اللي هي المليون و200 خسارته ناقص المليون التعويض اللي خده، يبقى يتحمل ايه؟ 200000 جنيه. في المسائل اللي فاتت بتاعت 500 في الحاله به دي ما كانش يتحمل حاجه، ليه؟ ان هو خد ال 500 كلهم، لكن في الحاله دي ال 200 مليون زادت عن المليون فهياخد المليون بس، يبقى ال 200000 هو يتحملهم من جيبه. ده كده مبدا المشاركه، كده سوري اسف، ده مبدا الايه؟ التعويض. نخش بعد كده على مبدا المشاركه. ستوب. مبدا اللي بعد كده، بعد مبدا التعويض في مبدا المشاركه. في مبدا التعويض كان كل هي شركه واحده اللي انا بامن عندها وهي اللي تحاسبني على الايه؟ التعويض بتاعي وتديني التعويض من الخساره. لكن مبدا المشاركه دي بيبقى عندي كذا شركه، مثلا شركه الف، شركه ب، شركه دي.
انا امنت على المصنع بتاعي عندي 3 شركات. السؤال هنا اهو، هل لو حصل خساره بنص مليون جنيه هروح الشركه دي اخد نص مليون، والشركه دي اخد نص مليون، والشركه دي اخد نص مليون؟ اقول غلط. ليه؟ ان انا جمعت مليون ونص اكتر من اللي انا خسرته، نص مليون. ده اسمه اسراع على حساب شركه تامين. فشركات تامين بتقول لك طبقا لمبدا المشاركه احنا الثلاثه هنجمع مع بعض النص مليون جنيه ونديهولك، وهنقسم النص مليون جنيه ما بيننا بالتناسب، كل شركه حسب مبلغ تامينها الى مجموع مبالغ التامين. يبقى اول خطوه لازم اول حاجه تطبيق مبدا التعويض. لازم اعرف الاول التعويض الاجمالي اللي هياخده، هياخد الراجل ده تعويض قد ايه من الشركات. ما ممكن ياخد، مش لازم ياخد الخساره كلها، ممكن ياخد اقل منها. المبلغ اللي هياخده ده اسمه التعويض الاجمالي. ابدا بعد كده اوزعه، اقول نصيب كل شركه بيساوي التعويض الاجمالي اللي انا حسبته في الخطوه السابقه في مبلغ تامين شركه مثلا الف على مجموع مبالغ التامين. ده مبدا المشاركه، ده مبدا التعويض. ده الخطوه الاولانيه، لازم اعرف هياخد قد ايه من الخساره بتاعت اللي هو التعويض الاجمالي بتاعه، والتعويض الاجمالي ده ابدا اقسمه على ال3 شركات حسب قانون التناسب دوت. ادي مبدا التعويض. برضه في نفس الحالات، تامين كافي فوق الكفايه دون الكفايه، اطبق شرط النسبيه او عدم تطبيق شرط النسبيه. هو نفس الكلام اللي قلناه في مبدا التعويض هنعيده تاني، بس هنزود عليه خطوه اللي هي ازاي المبلغ اللي هوصل له من التعويض اللي هو التعويض الاجمالي ازاي اقسمه على 3 شركات الف وب ج طبقا لهذا القانون. مثال رقم 5 بيقول قام شخص بالتامين على مصنعي لدى 4 شركات بمبالغ التامين اتي. عند شركه الف مبلغ التامين 400,000، شركه ب 300,000، شركه ج ب 200,000، شركه د ب 100,000. وقع حادث ادى الى خساره بمبلغ 200,000 جنيه، ال 200,000 جنيه دول هل هياخدهم كلهم ولا هياخد اقل منهم؟ هنشوف. اذا كانت قيمه المصنع وقت الحادث 800,000 جنيه، المطلوب عايزين نعرف التعويض الاجمالي من 200,000 دي هياخد قد ايه؟ وكل شركه من الشركات دي هتدفع قد ايه في التعويض؟ الحل اول خطوه في المساله اللي فاتت دي، لازم اجمع مبالغ التامين اللي في الشركات كلها، شركه الف 400، ب 300، ج 200، د 100، ادي اجمعهم كلهم يطلع مليون جنيه. اقول بما ان نفس الكلام، بس بدل ما في مبدا التعويض مبلغ التامين هنا اسمها مجموع مبالغ التامين، مجموع مبالغ التامين في الشركات كلها مليون، وقيمه المصنع 800,000، العلاقه بينهم مليون اكبر من 800,000، يبقى العلاقه هنا اكبر، وبدا تامين اسمه فوق الكفايه. في التامين فوق الكفايه او التامين الكافي التعويض يساوي الخساره، فالتعويض الاجمالي اللي هياخده المؤمن له هيساوي الخساره بتاعتي اللي هي في المساله 200,000 جنيه، يبقى ال 200,000 جنيه اللي خسرهم هياخدهم كلهم، هياخدهم بالكامل. هل هياخد من كل شركه 200,000؟ لا، انا هوزع ال 200,000 دي بالتناسب على ال4 شركات. اكتب ال 200,000 في ال 1000، 200,000 في نسبه مبلغها على مجموع المبالغ 400 على المليون، ب 200,000 رقم اللي طلع هنا في مبلغها على المليون، وهكذا. د 200,000 في مبلغ التامين بتاعها 100,000 على المليون يطلع 20,000. لو جمعت التقسيمه دي لازم تطلع قيمه الخساره اللي هي قيمه التعويض اللي خده المؤمن له. يبقى انا وزعت 200,000 جنيه تعويض اللي استحق لهذا الرجل نتيجه ان هو مأمن تأمين فوق الكفايه، وزعته على 4 شركات بالتناسب. الشركه الاولى دفعت 80 60 40 20، مجموع دول 200,000 جنيه. ولغايه هنا اهو الخطوتين الاولين دول ده مبدا التعويض. التقسيمه دي هو ده مبدا الايه؟ مشاركه. فالجزء الاولاني ده اللي هو مبدا التعويض ده هو نفس القواعد اللي خدناها في مبدا التعويض، بطبقها زي ما هي. كل اللي بيزيد فيها ان بقول مجموع مبالغ التامين. بعد ما بوصل للمبلغ ده اللي هو التعويض الاجمالي بعمل له توزيع نسبي بالتناسب على الشركات كلها، ودي قاعده ثابته. افتراض نفس بيانات المثال السابق، بس قيمه المصنع مليون. المثال السابق كان قيمه المصنع 800,000
مبالغ التأمين مليون، فكان تأمين فوق الكفاية. لكن هنا مجموع مبالغ التأمين هي مليون، وقيمة المصنع أصبح مليون، فالاتنين متساويين. طالما مبالغ التأمين بتساوي قيمة المصنع بنقول عليه تأمين كافي. نفس الحل بتاع تأمين فوق الكفاية، التعويض الإجمالي بيساوي خسارة، بيساوي 200,000، فهياخد الخسارة بتاعته كلها. هوزع 200,000 جنيه دي بالتناسب على الأربع شركات ألف وب وجيم، كل حكاية تحط 200,000 وتضرب المبلغ الأولى اللي هو 400,000 جنيه على مليون، على المجموع كله 300 على مليون، 200 على مليون، 100 على مليون، يطلع نفس الحل بالظبط. يعني حل التأمين فوق الكفاية والتأمين الكافي الاتنين بيطلعوا نفس النتيجة واحدة، والاتنين بياخدوا الخسارة بالكامل. التأمين ده الكفاية هو اللي فيه مشكلة، يبقى التأمين الكافي أو التأمين فوق الكفاية سواء في مبدأ التعويض أو مبدأ التعويض مع المشاركة الاتنين بيبقوا نفس الحل تماما. مثال رقم 7 بيقول: أمن شخص على مصنعه لدى 3 شركات تأمين بمبالغ التأمين الآتية: شركة أ بمبلغ تأمين 500,000، شركة ب ب 300,000، شركة ج ب 200,000. وقع حادث حريق أدى إلى خسارة ب 400,000 جنيه، علما بأن قيمة المصنع وقت الحادث 2 مليون جنيه المطلوب. عايز أعرف مبلغ التعويض الإجمالي وكل شركة هتدفع قد إيه في الحالتين، لو الوثيقة بتطبق شرط النسبية ولو الوثيقة لا تطبق شرط النسبية. لو خدت بالك هتلاقي إن دول مجموعهم كام؟ مجموع مبالغ التأمين كام؟ مليون. والمصنع قيمته 2 مليون، المليون اقل من 2 مليون، يبقى ده تامين دون الكفايه. هنطبق مره شرط نسبيه ومره عدم تطبيق شرط نسبيه. كان في ملاحظه كان في الاول خاص كان المفروض اقولها، ايه هي؟ ان في احد الامتحانات جاب قيمتين للمصنع، قيمه عند التعاقد وقيمه عند وقوع الحادث. انا يهمني قيمه المصنع وقت الحادث، ما يهمنيش قيمته عند التعاقد. يهمني لما اجي اقارن في القيمه اقارن قيمه المصنع وقت ايه الحادث. الحل هنقول بما ان مجموع مبالغ التامين 3 شركات ا ب 500 وب 300 وج ب 200 مجموعهم مليون. مجموع مبالغ التامين اللي هي المليون اقل من قيمه المصنع دي مليون، وهنا اقل من قيمه المصنع اللي هو 2 مليون، يبقى العلاقه هنا اقل، يبقى ده تامين اسمه تامين دون الكفايه. في تأمين دون الكفاية أول خطوة أول حالة لو هطبق شرط نسبية، القانون بيقول التعويض الإجمالي بيساوي الخسارة في مجموع مبالغ التأمين على قيمة المصنع. الخسارة 400,000، هل هياخد 400 كلهم؟ لا، هياخد نسبة منهم، نسبة مبالغ التأمين إلى قيمة المصنع اللي هي مليون إلى 2 مليون، يعني النص. هياخد نص 400,000، هياخد 200,000 جنيه. 200,000 جنيه دي هبدأ أوزعها على أ وب و وج بنفس القانون. هلاحظ هنا ان الخساره 400,000، خد نصها فقط عشان نسبه ايه مبالغ التامين اللي قيمه الايه المصنع، فهياخد منها بس 200,000 جنيه. نبدا نوزع 200,000 جنيه على 3 شركات. هبدا اوزع ال 200,000 جنيه على 3 شركات طبقا للقانون ده. التعويض الاجمالي اللي هو 200,000 جنيه وصلت لهم في مبلغ تامين كل شركه على مجموع مبالغ التامين. شركه أ 200,000، مبلغ تامينها 500,000، مجموع مبالغ التامين مليون، هتدفع 100,000 جنيه. شركة ب 200,000، 300,000 مبلغ تأمينها على مجموع مبلغ تأمين مليون، تدفع 60,000 جنيه. شركة ج هتدفع 40,000 جنيه. دول 200,000 جنيه ده التعويض اللي هو هياخده. طب هو اتحمل قد ايه؟ هو خسر 400. شركة تأمين أو شركات التأمين الثلاثة دفعوا له 200، دول 200، هو خسر 400، يبقى هو اتحمل من جيبه 200,000 جنيه عشان هو مأمن تأمين نسبي أو مأمن تأمين دون الكفاية، فمش هياخد تعويضه بالكامل، هياخد جزء من الخساره بتاعته ويتحمل الجزء الباقي. الجزء اللي هياخده هو التعويض اللي حسبناه اللي هو 200,000 جنيه. الجزء اللي هيتحمله هو الفرق بين خسارته ناقص ما دفعته شركات التامين. دي الحاله ألف اذا كنا هنطبق شرط النسبيه. النسبيه شركه التامين بتقول له التعويض سوى الخساره، هتاخد خسارتك بالكامل. فالمفروض 400,000 جنيه اللي في المساله في الحاله الاولانيه خدوا نصها اللي هي 200,000 جنيه. لا، هنا شركه التامين بتقول له انت هتاخد 400 كلهم، بس شرط عندي لا تتعدى مبالغ التامين، بحد اقصى مبالغ ايه التامين اللي هي مليون. فعشان نريح دماغنا بشوف اي رقمين اقل وباخد رقم قليل. ف 400,000 جنيه اقل من المليون مجموع مبالغ التامين في شركه التامين. هنا بتقول له لا، خد 400 كلهم، مش هحاسبك زي الحاله ا هديك نصهم اللي هو 200,000، لا ده انا هديك 400,000 جنيه كلهم. فاخد 400,000 جنيه وارجع اوزعهم على الشركات بنفس الطريقه اللي هي ايه مبلغ التامين كل واحد على مجموع مبالغ الايه التامين. الخطوه دي ثابته، فيطلع مبالغ التعويضات اللي هتدفعها كل شركه
200,120,80. لو خدت بالك من الفقره دي واللي قبلها هتلاقي الشركه الف في الحاله الاولانيه دفعت تقريبا 100,000، لكن هنا دفعت 200,000. شركه ب هنا دفعت 120، هناك دفعت 60، هنا دفعت 80، هناك دفعت 40. ازيك بنقول ايه؟ عدم تطبيق شرط النسبيه افضل للمؤمن له. يبقى من مصلحه المؤمن له ان ما نطبقش عليه شرط النسبيه، هياخد تعويض اكتر من لو طبقت عليه شرط النسبيه. بالنسبه لشركه التامين لو طبقت شرط النسبيه هيبقى افضل ليها، لانها تدفع تعويضات اقل من التعويضات اللي هتدفعها في حاله عدم تطبيق شرط الايه؟ النسبيه. اللي هو ممكن يجي سؤال صح ولا غلط، تطبيق شرط النسبيه افضل لمين؟ شركه التامين ولا المؤمن له؟ تطبيق افضل لشركه التامين، عدم التطبيق افضل للمؤمن له. اخر مثال بقى، مثال 8 بيقول بافتراض نفس بيانات المثال السابق، هي نفس البيانات بس هغير في الخساره بقت 1,400,000 بدل 400,000. عايزين التعويض، اول حاجه تطبيق شرط النسبيه. طبعا هو التامين ده فيها نفس البيانات بالظبط، انا هغير بس في الخساره. فبقول التعويض الاجمالي في التطبيق بيساوي 1,400,000 في مليون مجموع بلغ التامين على ال 2 مليون زي ما هي، هياخد تعويض 700,000 جنيه هي نص الخساره بتاعته. وابدا اوزع ال 700,000 جنيه دي على الثلاث شركات الف وب وج بنفس الاسلوب بالظبط، 500 على المليون، 300 على المليون، 200 على المليون. الشركه الاولى تدفع 350,000، 210,000، 140,000. ده التعويض اللي هو هياخده. طب هو هيتحمل ايه؟ ما احنا قلنا في التطبيق شرط النسبيه دايما بيتحمل جزء من الخسائر. هو خسر 1,400,000، الشركه لما جت تحسب له التعويض طلع 700,000، يبقى هيتحمل من جيبه 700,000. هي صدفه طبعا ان الارقام طالعه بالنص، لكن احنا دايما بنقول ان اللي بيتحمله عباره عن الخساره ناقص التعويض كقانون يعني. خسر قد ايه وتعوض بقد ايه، يبقى الفرق ده هو اللي هيدفعه من جيبه. ده الحاله الاولانيه اللي هي تطبيق شرط الايه؟ النسبيه. ب الحاله ب عدم تطبيق شرط النسبيه، بقول التعويض الاجمالي بيساوي الخساره حد اقصى مبالغ التامين. الخساره هنا 1,400,000. المساله اللي هي تطبيق شرط النسبيه خد نسبه من 1,400,000 اللي هي 700,000 جنيه. شيك تاني بتقول له هديك النسبه 700,000 جنيه، ده في حاله تطبيق شرط النسبيه. لكن في عدم تطبيق شرط النسبيه الشركة تاني بتقول له خد الخساره كلها، زي المساله الاولانيه خالص لما خد 400,000 جنيه كلهم. لكن حط له هنا شرط، ايه هو؟ بحد اقصى مبالغ التامين. لما تيجي تقارن هنا اهو في المساله اللي فاتت الاولانيه اللي قبل ديت رقم 6، لما قارنا 400 بالمليون خدنا 400,000 جنيه، خد الخساره كلها. لكن هنا الخساره 1,400,000 والمبالغ التامين مليون، ما ينفعش ياخد 1,400,000 كلهم. شركه التامين تقول له لا اقف هنا، انت ما تاخدش 1,400,000، اقصى حاجه ممكن تاخدها تاخد المليون جنيه. يبقى التعويض الاجمالي هنا هيكون كام؟ مليون جنيه، بعكس المسائل اللي قبلها. المسائل اللي قبلها كانت 400 ومليون، خدنا 400 كلهم، خد الخساره كلهم. لكن هنا مش هياخد الخساره كلها، هياخد بحد اقصى مبالغ التامين اللي هي مليون. اخد المليون ده اوزعهم على الثلاث شركات بنفس القانون. فلاحظ الشركه الاولى دفعت 500، الثانيه 300,000، الثالثه 200,000. هلاحظ ايه ان هو، طب قبل الملاحظه دي ما يتحمله بقى، تحمل كامل المؤمن له؟ المؤمن له خسر 1,400,000، هل خدهم؟ لا ما خدهمش كلهم، خد منهم مليون بس، يبقى هو تحمل 400,000 جنيه. هلاحظ حاجه، هلاحظ ان المبالغ دي هي مبالغ التامين بتاعت الشركات. يبقى في حاله ان التامين دون الكفايه وعدم تطبيق شرط النسبيه وان الخساره اكبر من مبالغ التامين، ثلاث حالات دول ورا بعض، عدم تطبيق شرط ان التامين دون الكفايه يعني، وهطبق عدم تطبيق شرط النسبيه وان الخساره بتاعتي تكون اكبر من مبالغ التامين، في هذه الحاله كل شركه تامين بتدفع تعويضها بالكامل، اللي هي تدفع مبلغ التامين بتاعها بالكامل، لان هو اصلا في الحاله دي هياخد مبالغ التامين كتعويض له. كده انتهت الايه؟ المساله. في ملحوظه مهمه هنكمل على طول، في التامين دون الكفايه. التامين دون الكفايه المساله في حاله تطبيق شرط النسبيه، مش عدم التطبيق، اللي هي حاله الف. في تطبيق شرط النسبيه في حالين في الكتاب، حل في صفحة 84 على الكتاب بتاعي ده، وحل صفحة 85. أنا شغلي كله في الصفحة دي،
بستخدم الطريقه دي، لان الطريقه دي مش هتصلح لجميع الحالات. لو جيت تطبق الطريقه دي في حاله الخساره 1400 تديك نواتج غلط، في حاله الخساره 1,400,000 دي هتديك نواتج غلط. فلذلك انا مثبت الحل بطريقه واحده اللي هي طريقه التوزيع المتناسب، ان انا احسب التعويض الاجمالي وبعد كده اوزعه، لكن دي حسبها مره واحده. هو حل صح بس مش هيصلح لجميع الحالات، وعشان ما اشغلش دماغك بحلين فانا ما بتبعش الحل ده، انا بتبع الحل اللي هو الحل الاخر اهو، يمكن حل مثال صادم بحل اخر، ان احسب التعويض الاجمالي ثم ايه اوزع النسبه، اللي هي الطريقه اللي احنا مستخدمينها. عشان لو حد جه يقارن مش هيلاقي ان انا بستخدم الحل ده تماما، عشان الحل ده مش هينفع في جميع الحالات. وكده انتهى الفصل بتاع مبادئ التعويض، مبادئ التامين اللي هو مبدا التعويض ومبدا المشاركه. شكرا.